Miss Julia Clara. نشكرهم على الجهود التي بذلوها لكي ييسروا لنا الطريق ان تعود ثانويه الزيتون الى طبيعتها وهويتها المدرسيه الحقيقيه من خلال الانشطه غير الصفيه فنشكر شكرا جزيلا من وراء الستار سي عسلان جبوري ثانيا السيد المدير كل الجميع عن يبذلون جهودا كبيرة من أجل خدمة هؤلاء الشباب أبناؤنا وبناتنا فمرحبا للجميع. كما لا تفوتنا الفرصة أن النادي البيئة ونادي القراءة هم الصاهرين معا على هذه الأمسية فتحية لرؤساء هؤلاء الناديين. كما أننا نستمتع بأن هذه الأمسية سيكون كلام العذب فيها هو مشاركة تلامذتنا وكليتنا فإننا نحبهم جميعا. والأنشطة الرياضية والوسيطة نمر وحقا عاجز عن التعبير عندما نكون أمام قراءة شعرية من شاعر كبير وشاعر عملاق يختلط الشعر فيه بدمه ولحمه وشحمه وعظمه ووجدانه فلا أكاد أجد كلمات تستحق أو تعبر حقيقة عن حالة الضعف والاستكانة أمام سمح الشنوف عندما تأخذه جذبة الشعر الذي يخرج من أعماق الروح. حقيقة قلما تجد شاعرا من هذا من هذه الطينة يسكنه الشعر إلى مرحلة الجنون. شعر ليس قولا مصفوفا وبليغا ولكنه شعر يعبر عن حاجة الأمة وحاجة الإنسان وعمق الرسالة الإنسانية النبيلة. يسمح لي سيدي سيدي محمد بأنني عجزت أن أقدمه ومع ذلك فليتفضل مشكورا سعيد اليوم وشرف لي كبير أن أقف اليوم بثانويتي بثانويتي العتيدة الشامخة العظيمة بتلاميذتها وأساتذتها وإدارتها التربوية وبكل العاملين فيها بعد أن أقف اليوم شاعرا بعد أن وقفت قبلها أستاذا بين أحبة التلاميذ وسعيد جدا أن أحظى
بهذا الاعتراف من ثانويتي بعد أن سمعت الكثير في مواقع ومنابر وأماكن أخرى، أن أسمعه اليوم من أعز وأقرب الناس إلى قلبي، أستاذ وأساتذة وتلاميذ ثانوية الزيتون. كذلك بصديق كبير وهو الفنان الأصيل الملتزم الملحن الأستاذ جمال كتابي. هنا بعد الثانوية كنت أنعم بالأحضان أدفئها، تهوى كأستاذ تهواه أفئدة تفديه بالمقال مثل الأمير، مشيت الخطوة في فرح، حكم بالعلم والأفكار والمدل، هي قصيدة طويلة ولكن ما أردتوش عليكم، بالمثل لا أكذب الله كم سرت الخطى تعبا للفصل أجترها كرها على مللي، أخشى انفجار ضد الأجواء اللي من عدد يفوق طاقة قسم مثل معتقلي، تنتابني النفس بالعصيان أرغمها كمن يساق إلى الهوجاء إلى الهوجاء في وجلي، فأفتح القلب من قبل الكتاب لهم، أحن بعقل أب كالصنو في حيلي، وأعسل القول في درء لكم علل درسي أتوبله من طيب منتهلي. هذا يجاريك تلاميذ، هذا يجاريك في الأمثال أسئلة، وذاك عارض بالأفكار في جدلي، وتلك تطلب في الأحوال أمثلة، جنة تقلب ما قلت لم أقلي، وتلك تطلب في الأحوال أمثلة، جنة تقلب فيما قلت لم أقلي، أخرى تبحلق أخرى تبحلق، والألحاظ قائلة أن بمثلي لها في الحظ برجلي. أوكي، القصيدة طويلة أحسن فيها كان شيء مطلقة. القصيدة التي أقترح عليكم اليوم بداءة أو بداءة بدء، بعد أن أشكر كذلك الإخوة كلهم اللي قاموا بهذا العمل، منهم الأستاذ أسلم جبوري وجمعية الآباء والتلاميذ والنادي البيئة ونادي الإبداع والأساتذة الدولي، منهم الأستاذة العربية الأستاذة اللي دائما كنا نتسم بالنصائح ديالها، والأستاذة الرفيقة الصديقة الوسيمة الجميلة لنا حنان. أقترح عليكم قصيدة، جزء من القصيدة وهو قيثارة الروح. لقى بوحشيش يخرج. قيثارة الروح. قيثارة الروح ما همت بقافية. قيثارة الروح ما همت بقافية إلا وهاجر روح الحرف والصور. تلك الحمامة، تلك الحمامة ما غنت وما طربت إلا وصدعتها مرت على وثبي. تنام في يدها، تنام في يدها شعري تهمهمه كورد مبتهل لله في خطري. لولا قصيد رقا ما كان يعصمها من الجنون دواء، من الجنون دواء جن ولا بشر. كالطير في قفص، كالطير في قفص،
كالطير في قفص ما همه صنعت أسلافها ذهبا ما دام لم يطر تدفي أساها برجع الوصل في لهب عشناه نسرقه من قبضة القدر ما مر بي طيفها إلا وألزمني نحت القوافلها تعتاج من خبري وكم بسطت لها وكم بسطت لها وكم بسطت لها قلبي تلونه وكم بسطت لها قلبي إطار هوى روضا تلونه كالطفل في حبري أسري بها كل ليل نبتطي شهبا نجتاب أقصى لدى ذات الدنى الأخرى ما كنت أعبأ بالدنيا وبهجتها ما كنت أعبأ بالدنيا وبهجتها حتى احتوتني روابيها على كلمة ما كنت أعبأ بالدنيا وبهجتها حتى احتوتني روى بها على كبري ما جرب القلب مأوى مثل جنتها في ديب رفرفها أو هيد بالثمن مجنونة العشق مهد الحسن مجمره ومجمع الزهو والأنساب والدرر نار إذا مرجت بالشوق ملهبة بحر إذا مرجت إذا مسحت أمواجها جزر والريح لحنها والأشجار موسطها أجمل بلحن هوى من عازف الشجر سل الأماكن عن حالاتنا خبرا تأتيك ألفا من الأخبار بالصور إني نذرت لها روحي ندى ومدى شعري وأبحره حسرا لها ندري إني بنيت فأعليت البناء هوى وأنت لست سوى تمشي على أثري أنا الذي سطرت أقلامه نغما وقعا لغنج خطاها الناعم الأثري أنا الذي برعبت كفي أنوثتها كالأرض مني روت تهتز من مطري أنا الذي نظرت أعمى إلى صوري من جرس ما عكست من حلها الغرري فصرت كالبلبل السطاح أنشدها في كل مرتفع في كل منحدر